اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء. وهنا العجب يا إخوتي أحبائنا وأبنائنا اللي استشهدوا في هذا الحادث الأليم، بنتذكرهم بالخير، بنتذكر شجاعتهم وإيمانهم القوي، وبنتذكر أن دماءهم دهيت لن تذهب هباء أبدا. الله ينظر إلى هذه الدماء كما نظر إلى دماء هابيل قديما وكانت تصرخ، فهذه الدماء أيضا تصرخ أمام الله. ونذكرهم ونفتخر بهم، بنفتخر بهذه الصفحة من صفحات تاريخ الكنيسة وتاريخ الوطن. هم الآن يرفعون عنا صلوات ويرفعون عنا تشفعات من أجل الكنيسة التي تجاهد على الأرض. الله ينظر إلى هذه الدماء الزكية التي سفكت من أجل اسمه، لكن الله يختار ضعفاء العالم اللي العالم ينظر لهم في ضعف ليغزي بهم الأقوياء. ربنا يعزينا كلنا.